صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوا للجميع. إن شاء الله الموعد اليوم غادي يكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية وفي سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بالأعضاء. فبعد ما كنا خصصنا ثلاثة ديال الحلقات كلها للغدة الدرقية نظرا للأهمية ديالها وعرفنا على أنها عضو مهم جدا رغم أنها بحجم صغير لكنها كتعمل على ضبط وتوازن الجسم ديال الإنسان. اليوم غادي نتكلموا على الغدة الجار درقية، شنو هي، فين كتواجد وشنو الوظيفة ديالها. هذه مجموعة ديال الأسئلة اليوم نجاوب عليها إن شاء الله من خلال برنامج صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 أو 52. بإمكانكم دائما تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080، كتبوا فقط كلمة صحة SAHA، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤال ديالكم لهذا الرقم. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك. تحية لك أختي عفاف وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. يوم جمعة مبارك إن شاء الله أستاذ الحليمي. كنت منه إن شاء الله أنه السفر داز بالأمان إن شاء الله، وكنت منه إن شاء الله أنه حتى الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا أكيد أنا متأكد استفدوا معك إن شاء الله. الحمد لله. اليوم وفي سلسلة من الحلقات دائما اللي هي خاصة بالأعضاء الأستاذ محمد الحليمي غادي نتكلموا على الغدة الجار درقية. في الحلقات اللي كانت مخصصة للغدة الدرقية جاء الحديث وجات الإشارة للغدة الجار درقية، لكن اليوم غادي نخصوا لها الحلقة. فهذه الغدة بالضبط فين كتواجد أستاذ الحليمي؟ نعم، هو أولا قبل ما ندخل صوب الموضوع لابد أننا نشير واحد نقطة، هو أن الأمطار هي كتبقى واحد الحاجة اللي هي ضرورية بالنسبة للكائن البشري وبالنسبة للأرض بصفة عامة، وبالتالي كنتمنى إن شاء الله الغيث إن شاء الله، وكنتمنى أن اليوم إن شاء الله غتكون صلاة الاستسقاء، نتمنى أن يكون الدعاء من القلوب والله سبحانه وتعالى يرحم هذه الأرض اللي إحنا محتاجين إن شاء الله بإذن الله هاد الأمطار، واللي هاد العام إن شاء الله يمكن تعطلت علينا هاد الأمطار، ما إن شاء الله إلا كان الدعاء من القلب وكان الأعمال اللي هي صالحة أكيد الله سبحانه وتعالى كيستجيب يا رب. اليوم إن شاء الله بعد ما هضرنا على الغدة الدرقية وهضرنا على ما يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أعطينا بعض النقط اللي هي ممكن أنها تفيد المستمعين والمستمعات فيما يخص الغدة الدرقية. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الغدد اللي هي غدد تسمى الغدد جار درقية ولا لي باراتيرويد ولا لي غلون باراتيرويد. ألوغ العدد ديالها كتوصل لربعة ديال الغدد، هي واحد الغدد صغيرة كتكون وراء الغدة الدرقية واحد ربعة في داك إلا بغينا نقولوا داك الجنب، كل جنب فيه وحدة. بعض المرات كتكون 8، ألوغ في بعض الأحيان كتكون 8 ولكن في غالب الأحيان كتكون 4. قبل ما نهضروا على هاد الغدة انا بغيت الناس يعرفوا واحد المساله والناس كيلاحظوها، ربما احنا ما كنا نتعمقوش فيها ولكن هي مساله يعني تكاد يعني كنفهموها حنايا. الوغ الانسان الى قدر الله تعرض لواحد الكسر الوغ هاد العظام يتم الترميم ديالها واش بدون اي تدخل بشري، وهذا الطاقه لا توجد الا عند الكائن، يعني المفهوم الكائن الخلق ديال الله سبحانه وتعالى، يعني عنده الطاقه الى تجرحتي يدك دغيا واحد المده كتسدك الجرح، إلا تهرستي قدر الله وكان شي كسر ولا شي حادثة ألوغ كدوز واحد المدة هاد العظم كيرجع. ألوغ السؤال المطروح هو أن هاد العملية هادي كيفاش كتتم؟ حنا اليوم ربما الناس غيهضروا على صحابهم اللي غنهضروا على العظم، فعلا غنهضروا على العظم لأنه عنده علاقة بهاد الغدة، ولكن العظم إن شاء الله تهو غادي نديروا له حلقة خاصة. ألوغ حنا الإنسان ملي كيكون قدر الله شي كسر واحد المدة كيولي إنسان يرمم هاد العظم. ألوغ بشكل بسيط احنا عندنا في العظم ديالنا كاين خلايا اللي هي البناء وخلايا ديال التدمير، دائما كاين التوازن. الوغ كيتسموا لي زوستيوكلاس لي زوستيوبلاست. الوغ حنا في العظم ديالنا عندنا واحد لي سيلول كيتسموا لي سيلول ستخومال. الوغ هاد لي سيلول ستخومال اولا هاد لا سيلول ستخومال كتعطينا واحد الخلايا اخرى كتسمى البري اوستيوبلاست. علاش كنقولوا هاد الشيء هذايا؟ لأن كتجي عاوتاني واحد الخلايا أخرى كتسمى البخي أوستيوكلاس كتعطينا الأوستيوكلاس، وهاد الأوستيوكلاس كتمشي لذاك البلاصة اللي وقع فيها الكسر وكتفرز أنزيمات وكتفرز أحماض باش كتحيد هذاك الكولاجين. في ثلاثة الأسابيع من مرها كتقوم بالواجب ديالها ومن مرها كتموت. هاد الخلايا كتموت عن طريق واحد العملية كتسمى الأبوبتوز أو لا ماشي الانتحار، ما كنقولوش انتحار كنقولو الموت المبرمج ديال الخلية. ألوغ مين كتموت هاد الخلية
كتعطي فرصة لخلايا أخرى كتسمى ليزوستيو بلاس، يعني كتبني واخا تتكاثر بواحد الرسالة أخرى مش ما تتكاثرش الخلايا الأخرى، كتعطينا هاد الخلايا دي كتعطينا واحد البروتين يسمى لوستيو بروتاجيرين. الوغ هاد المادة هادية كتحمينا باش ما يجيش العظم يتكسر، الوغ بمفهوم بسيط الوغ خلايا كتنيطوي داك البلاصة اللي هي وقع فيها الكسر وكتحفرها باش كتجي خلايا أخرى كتبني فوق منها، كيتسموا لي ميكرو فيبرين اللي كيتسموا ديال الكولاجين، باش بواحد مواد اخرى منها الفوسفاتاز الكالين. اش كنقول هاد الاشياء هادية باش حتى الناس المختصين يفهموا هاد النقطة هادية، كتعطينا لي زوستيوسيت، وهاد لي زوستيوسيت كيبقاو يبنيو 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 في 120 يوم كيكون العظم رجع للحالة ديالو وكيرجع الانسان للحالة ديالو. هادشي كامل هذا يتم بماذا؟ يتم بواحد الهرمون سميتو لاباراتورمون او البي تي اش، او هاد الهرمون اللي كتفرزو هاد الغدد هادية. الوغ هاد الغدد هادية هي اللي كتعطينا هاد الهرمون، هاد الهرمون يتحكم في الميتابوليزم ديال الفوسفور، في الميتابوليزم ديال الكالسيوم، باش يكون عندنا عظام جيدة، باش يكون عندنا عظام جيدة. الناس كيقولوا الوغ مادام هاد الخلايا عندنا بناء وهد، شوف سبحان الله والسماء رفعها ووضع الميزان، والله سبحانه وتعالى كيقول إن كل شيء خلقناه بقدر. كون ما كانش هاد الهرمون هذا كون غتلقى العظم ديالك غتلقى في ليزارتيكولاسيون أولا في المفاصل غتلقى يعني تجمع العظام، غتلقى بواحد الكتلة ديال العظام في الجسم ديالنا، غتلقى واحد اللي بغينا نقولوا عدم التوازن ديال تكون العظام على مستوى المفاصل. وهاد الأمراض هادي لاحظناها أنها وكاينة بعض الأمراض اللي تكون ديال ذاك المادة العظمية فوق المفاصل وكتوقع مشكل من بعد. هاد النعمة هي نعمة هرمون سميتو الباراتورمون، شكون اللي كيفرزو؟ كتفرزو الغدة الجار الدرقية. ملي كنقولو الغدة الجار الدرقية يعني ما يمكنش بحال الانسان ما يمكنش يتأثر واحد الشخص دون ان يتأثر الجار ديالو، وبالتالي ما قلناه على الغدة الدرقية نعيده على الغدة الجار الدرقية، ونزيدو بعض النقاط باش نأكدو على ان هاد الغدة هذه مفيدة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فأستاذ حنين قبل ما غادي ناخذوا أول مكالمة غادي نمشيو باش نجاوبوا على بعض من الرسائل ديال الاس ام اس، فغنبداو باس ام اس من عند محمد كيقول في العمر ديالي 27 سنة كنت تعرضت لحادثة السير، المشكل اللي عندي على أنه لحد الآن مازال كنخضع للترويض الطبي، بغيت غير نسول أستاذ الحليمي الترويض الطبي واش كيحسن هذا الهرمون اللي كتكلموا عليه اللي كتفرزوا هذه الغدة؟ نعم، هو أظن أن الأخ كيهضر على فيما يتعلق بالعظم. نعم الوغ احنا بالنسبه لنا العظم، اولا العظم هو كاينه واحد العمر يسمى العمر ديال العظم لا لاج اوسو. الوغ هاد لاج اوسو مادام الانسان في الحياه ديالو، انا كنقول مادام الانسان في الحياه ديالو وباقي الاكل ديالو يعني بشكل جيد دائما اي حاجه ممكنه. انا اعطي مثال بسيط، الناس اللي كيكون عندهم كسور، احنا كنعرفوا احنا المغاربه ملي كتكون كسر في قديم الزمان، هادشي ماشي حتى جاوا اختصاصيين التغذيه عاد قالوا هاد النقطه، في قديم الزمان كان كيقول ملي كيوقع لك كسر شنو كتاخذ؟ واحد الغذاء محدد كانوا كياخذوا المغاربه إيلان. معروف المغاربه كانوا كياخذوا إيلان. الوغ اولا بالنسبه للجانب الترويض الطبي اكيد غيكون نتيجه، والا ما غاديش يكون هاد التخصص. الوغ التخصص عنده دور كبير بالنسبه فيما يخص يعني اراحه وتقدم فيما يخص العلاج ديال المريض. الوغ التخصص ديال الترويض الطبي هو تخصص رائع وتخصص اللي فيه تدقيقات مهمه بزاف، وكنطلب انا حتى المختصين يتعمقوا في هذه النقطه لان فيه واحد الطاقه سينو ما كانش غيكون هذا التخصص هذا. هذه النقطه الاولى، يعني هناك واحد يعني تحسن كبير فيما يخص العضله والعظم. علاش؟ لان غنشوفوا ان شاء الله في الحلقه ديال العظم وغنهضروا عليها بالتفصيل. الناس فيما يخص العظم كل شيء يركز على الكالسيوم وكل شيء يركز على العظم، مع العلم ان صحه العظم مربوطه بصحه العضله. علاش؟ لان العضله والعظم مربوطين بواحد الماده تسمى الكولاجين. الو فيما يتعلق هذا الهرمون هذا، انا كنقول الناس اللي عندهم الكسر علاش كنقول له حيدوا المصادر الحيوانيه. مثلا احنا عندنا الكالسيوم في الجسم ديالنا هو الزوج مع الفوسفور. الو الفوسفور والكالسيوم هو الزوج، كاين واحد لو رابور كيتسمى كالسيوم فوسفور. يعني إذا كان عندك لو رابور كالسيوم فوسفور يعني في الجسم ديالك خاصك تاخذ توازن بين بين الكالسيوم والفوسفور. هذا التوازن أقول لا يتحقق إلا في الأغذية الطبيعية. ألوغ أنت الله سبحانه وتعالى ملي كتاخذ واحد فمن يخلق كمن لا يخلق، ملي كتاخذ خلق الله
كيعطيك واحد الغذاء فيه التوازن ديال الكالسيوم والفوسفور. علاش كنقول انا هذا الشيء هذايا؟ لان الا تزاد الفوسفور وما كانش الكالسيوم، الجسم كيقلب على التوازن ديال لو رابور كالسيوم فوسفور. شنو يدير الجسم؟ خاصو يجيب الكالسيوم. ملي كيجيبو يمشي يجيبو من العظم. الناس غيقولوا لي فين كاين الفوسفور، نقول لهم كاين في المصادر الحيوانيه كلها، منها اللحوم، منها الحليب والمشتقات ديالو، منها المصادر الحيوانيه كامله فيها الفوسفور. وبالتالي الا بغيت ناخذ انا التوازن، الناس اللي كيكونوا في الفتره ديال الا بغينا نقولوا ديال الكونفاليسونس ولا ديال النقاهه، الوغ ضروري النظام الغذائي الطبيعي اللي كنهضروا عليه دائما، ونبعدوا قدر الامكان على المصادر الحيوانيه. علاش؟ لانك تعطينا فوسفور، والفوسفور الا طلع كيقلب على داك لو رابور كالسيوم فوسفور، الوغ الناس ياخذوا الاغذيه الطبيعيه اللي كنهضروا عليها ديما. فعلا انا كنقول جواب مباشر بالنسبه للترويض، غادي يكون هناك تحسن كبير فيما يخص الحصص ديال الترويض ديالو، غير الناس ما يملوش لان الجسم ديالنا كيبغي شي شويه ديال الوقت. زائد النظام الغذائي هادشي هذا كيأثر مباشرة على الغدة الدرقية، وكيأثر مباشرة على الغدة الجار الدرقية ولا الليباراتيروز. نعم. إذا نشوف تواصلنا مع المستمعين الكرام، وفي أول مكالمة غادي ناخذ سناء على الخط معنا من مدينة فاس. صباح الخير سناء. سناء صباح الخير. صباح الخير أخيتي، كيف صحتي؟ الحمد لله، مرحبا بك. كيداير الدكتور ديالنا المحبيه؟ الله يبارك فيك، شكرا لك. أنا هي السيدة اللي قلت لكم في عيدك مع الغدة الكظرية والغدة الدرقية. عرفتينا دكتور؟ نعم تفضل قول. انا معك كل السؤال. نعم تفضل. يعطيك الصحة، بغيت نستشر معك على معدتي. نعم. صافي بديت كنحس يمكن القوة ديك الدواء اللي كنشرب بزاف، كنحس بها بزاف كتهدى، ومشيت هذه واحد الشهر عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، وقال لي خصك ديري، قال لي المعدة باينة منفوخة لكن ما باينش شنو فيها، خصني ندير ديك التيو اللي خصو يدخل الباب. حاشك ديال العملية هذا؟ وانا ما عرفت متخوفه واش نديرو ولا ما نديروش على حسب الحاله ديالي، وانا كناخذ هذا الدكتور اتاي بزاف واش بلا سكر خلاص، زعما واش صالح ولا ما صالحش، واش اللي كدكتور عطينا نظام اللي يمشي عليه، حيت كنعيط هذيك المره ما كتحبليش. نعم غير سناء وضحي لنا اكثر، يعني شحال قد ما نتذكر، وما تنسيش الكميه ديال الاتصالات اللي كتجي في كل حلقه، ذكرينا واش الغده الكظريه عندك فيها مشكل، والغده الدرقيه فيها مشكل؟ عندي الغده هذه الدرقيه كانت طالعه لي 0.35، والغده الكظريه كناخذ عليها الكورتيكويد. راه قلتي لي خذي النمره ديالي ونعيط لك. واخا عقلت يا دكتور. واخا سناء لا غير هو التليفون، انا باش الناس يعرفوا بان التليفون كيف ديالي ما كيشتغلش فاش كنكون خارج المغرب، الوغ سو كيفي حتى كندخل المغرب عاد ممكن يشتغل هذه المساله هذه، راه المستمعين كيعرفوها. نعم. اذا بالنسبه للاجابه على سؤال ديال سناء استاذ الحليمي، فمشكل على مستوى الغده الكظريه، على مستوى الغده الدرقيه، سولات على اتاي كتاخذوا بلا سكر واش صالح في الحاله ديالها ولا تنقص منه، وسولات كذلك على ذاك الفحص اللي قال لها الطبيب على انه ضروري تخضع ليه باش يتم التشخيص الصحيح. نعم، هو اولا الشاي إذا كان بلا سكر ما عندوش حتى شي تأثير سلبي، بالعكس عنده تأثير إيجابي. علاش؟ لأن الشاي فيه حمض التانيك وفيه لي كاتيشين، ألوغ هادي مواد قوية اللي كاينة في الشاي، إلا حطيت واحد الكاس ديال أتاي من الصباح حتى العشية كيولي كحل، هادوك لي زونتي أوكسيدون. ألوغ هاد الكاتيشينات وهاد الحمض التانيك شنو كيديرنا؟ كيعطينا واحد ليفي أسترانجونس. شنو هو أسترانجونس؟ كيجمع لنا كما كيجمع لنا الفم كيجمع لنا المعدة، وكيعطينا التضميد، يعني يضمد المعدة. بالنسبة للشاي بالعكس ما كاينش مشكل. فيما يخص الغده الكظريه، انا كنت قلتها مرارا وتكرارا، الجسم ديالنا فيه الزوج، الوغ كيما هضرنا على لو سيستيم نيرفو سونترال و بيريفيريك، هضرنا عاوتاني على لو سيستيم نيرفو فولونتير و اوتونوم. و اوتونوم قلنا فيه سمباتيك و باراسمباتيك. اي عضو في الجسم ديالنا عنده واحد السيستيم كيتسمى سمباتيك و باراسمباتيك. علاش؟ باش يكون عندنا القول ديال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. خصنا السامباتيك والباغا سامباتيك، باش إلا مشى هاد السيستم هكا خص لي يجرو، ولا مشى بحال مثلا الحلقة ديال اليوم كنهضروا على الجار الدرقية، ألوغ الغدة الدرقية كتعطينا الكالسيتونين، والجار الدرقية كتعطينا الباغاتوغمون. هاد النظام، هاد الفريق العمل هو الفريق العمل ديال الكالسيوم، ديال الكالسيوم فوسفور مغنيسيوم، الوغ هذا اللي كيشتغل. كذلك حنا كل عضو عندنا واحد سيستيم سامباتيك باراسامباتيك، الوغ هاد سيستيم سامباتيك باراسامباتيك يشتغل بواحد لي نورو ترانسميتور او النواقل العصبيه. اولا كاين لاسيتيل كولين، والكولين ماده كاينه في البيض البلدي، واخا
زائد لادرينالين. الوغ لادرينالين نورادرينالين لاسيتيل كولين الكابا هادو سو سون دي نورو ترانسميتور. شكون اللي كيعطينا هاد لادرينالين والنورادرينالين؟ كتعطينا الغده الكظريه لي غلوند سورينال. الوغ الا كان انت مشكل عندك في الغده الكظريه توقع مشكل في اي عضو ومنه الغده الدرقيه. علاش؟ لان الغده الدرقيه حتى هي كيوصلها النصيب ديالها من هاد العمل ديال هاد سامباتيك والباراسامباتيك. اي عضو في هاد هاد الغده الكظريه باش ان شاء الله تاهي غنديروا لها حلقه ان شاء الله ربما نديروا ثلاثه الحلقات لان هاد الغده الكظريه ربما واحد العضو بسيط في الحجم ديالو ولكن الادوار ديالو رائعه. الوغ شنو اللي عطانا مشكل في الغده الكظريه؟ هو لو ستريس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث المرات. علاش؟ لان يعني الغضب هو يدمر الجسم ويدمر لو ستريس يدمر هاد الغده الكظريه. الوغ علاش كتاخذ لا كورتيكوثيرابي؟ لان هاد الغده الكظريه الناس كيعتقدوا بان لي كورتيكويد كاينين غير في داك الدواء اللي كتاخذ انت ملي كتجيبو مثلا من خارج الجسم ديالك. حنا في وسط الجسم ديالنا عندنا لي كورتيكويد. شكون اللي كيعطيها لنا؟ الوغ الكورتيزول في الجسم ديالنا اللي كتفرزو الغده الكظريه يتحول الى كورتيزون. والكورتيزون هي لا كورتيكوثيرابي. غير هي لا كورتيكوثيرابي ديال الجسم ديالنا هي بواحد لا دوز اللي هي معقوله دون اعراض جانبيه. الوغ بالنسبه لاختنا اللي غنصحها ماشي تخاف من هاد الاشياء. علاش الناس كيخافوا؟ لان ما كيدخلوش في النقاش مع الطبيب اللي كيمشي عنده. بين تمشي عند الطبيب انا لا اظن ان طبيب عنده ضمير مي غتمشي تسولو ما غيجاوبكش. احنا الحمد لله هاد الخصله كاينه في لو كور ميديكال اللي عندنا حنايا. مي كتسول الطبيب كيجاوبك. الوغ الناس اللي ما كيسولوش ما يمكنش الطبيب غادي يقول لك داكشي اللي هذا. الوغ ضروري انت تسولو هو براسو خصو يحس بلي عندك فضول فيما يخص المرض ديالك. الوغ الناس شنو كيديروا؟ كيخليو الطبيب وكيمشي يحل واحد الباج ديال الانترنت ولا واحد الموتور دو ريشيرش في الانترنت وكيبقى يقرا. مي كيبقى يقرا كيبقى يجمع واحد المعلومات هائله وكل ما قرا كل ما كيزيد يطرح الاسئله. الوغ انت اوليو باش تمشي للانترنت وتمشي يعني تبعد بزاف على الموضوع ربما تمشي بعيد على الموضوع. وكنعرفوا حنا الانترنت كاين الصواب وكاين الناس عفاكم لي ريفيرونس ديال الانترنت باش نحل انا بدون ريفيرونس اللي هي علميه. انا لا انصح بهذه المسائل هذه عفاكم رجعوا للمراجع ولي ريفيرونس راه مهمه بزاف. ما بقاش انا يمينا شمالا بالنصائح. ضروري تكون اشياء اللي هي اشياء مدروسه واللي تم التاكد منها علميا. تعود ما تمشي للانترنت سول قدامك طبيب اللي مشيتي عنده ما تحشم منه ما حتى شي حاجه. واي طبيب من واجبه انه يجاوبك ولكن انت خصك ضروري تطرح عليه اسئله. الوغ قبل ما تخرج من عند الطبيب باش نقول انايا لا عندي خوف لا عندي. شكون اللي كيكون عنده خوف؟ لان الطبيب هو اللي كيعطيك الاطمئنان. الوغ انت سولو على المرض ديالك كيفاش هذا المرض ديالك شنو خاصني ندير شنو هذه. والطبيب اللي هذه كيعطيك بعض الاحتمالات اللي انت ممكن تستفيد. اما الا ما سولتيش ما تقولش من بعد لا علاش انا عندي هذا الخوف هذايا. وعرفكم هذا الشيء كنقولوا انا في المغاربه تولي عندكم هذه الثقافه باش اننا نسولو الطبيب ديالنا واكيد غادي يكون الجواب. نمشيو هذه المره في مكالمه ثانيه معنا فاطمه الزهراء على الخط من سلا. اهلا وسهلا بك فاطمه الزهراء. صباح الخير. صباح النور. لاباس لاله؟ الحمد لله مرحبا. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتور انا كان عندي هاد لاباغا كطلع ليا ومتبعه مع طبيبه. شحال كتوصل عافاك؟ ها؟ شحال واحد ديغنييغمون وصلت ليا حتى ل 145 شي عام هذا. نعم. والمهم عطاتني دوك القريعات اللي كيعطيو للدراري الصغار. ديال الزيت عطاتني جوج في الشهر ولكن في الاخر ملي عاود مور داكشي كندير تحليله لقيتها وصلت 45. عطاتني دابا كل شهرين عطاتني ديك القريعه نبدا نشربها ديال الزيت الصغيور. طيبين الو 45 مزيان. بالنسبه للمفاصل ديالك ما كتحسش بالام؟ ما كتحسش قبل ملي كانت 145 فعلا كنحس بالالام وانا بحال فيا البرد كيوجعوني. تماما الا هزيت شي حاجه الا. ولكن ملي درت ديك لاكور ديال سيمو الحمد لله غير دابا بغيت. وكاينه واحد الظاهره هو انني ملي كناكل مثلا دوك الحلويات الزنقه ولا شي حاجه كنحس بان بحال ماشي الالم ولكن ماشي بحال قبل. تمام. ودابا عندي 45 عطاتني قريعه في دو موا وبغيت شي حاجه ديال التغذيه. انا كندير التغذيه بحال ديال العروبيه. تمام. يعني داكشي القديم ديالنا هو اللي كان تقريبا الا واحد 10 20 الا كنت مسافره الا كنت عند الناس. الا نسولك عافاك كديري الملحه؟ لا الملحه دابا الخبز ممنوعه كاع ما كنديرهاش.
نعم الملحه الحيه ولا الملحه العاديه كتستعملي؟ كندير ديك دو مير. نعم اللحم شحال كتاخديه من مره في السيمانه؟ اللحم كناخذوه مره تقريبا، كندير الدجاج البلدي بزاف وكندير الحوت. واخا نجاوبك ان شاء الله. شكرا الله يجازيك بخير. بغيت شي تغذيه زايده، واش خصني نقطع بمره داك الشيء ديال الزنقه؟ وكنلقى مشاكل الا كليتها كنجي يا اما نرد يا اما يضرني شي حاجه. واخا واخا فاطمه الزهراء نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. وانت مع الاعراض هذه كامله ومازال كتسولي يا فاطمه الزهراء؟ نعم تماما. تفضل استاذ الحليمي. نعم هو الجسم ديالك يجاوبها فعلا. الوغ لان الجسم انا كنقول الناس، انا بعد الناس يقولوا لي ما يتبعنا النظام الغذائي الصحي اللي كنهضروا عليه واللي نظن انه هو الغذاء الفيزيولوجي ديال الكائن البشري وما اوتيت من العلم الا قليلا. احنا دائما كنقولوا والله يعلم، ديما كنقولوا احنا الله يعلم. الوغ كيقول لك انا كنتبع النظام الغذائي اللي هو مزيان، واحد النهار الا درت واحد الا كليت شي حاجه اللي ماشي صحيه كتزيد تضرني المعده ديالي. سي نورمال، الوغ سي نورمال، لان من الواجب ان المعده تعطيك اشارات والجسم ديالك يعطيك اشارات. الوغ بالنسبه للاخت اللي اتصلت، الوغ الجسم ديالك يجاوبها، وبالتالي احنا بالنسبه لنا فقط تعزيز لهذه المساله هذه، لان الجسم ديالها عطاها الجواب. مي كنرجعوا للنظام العادي، النظام ديال الفيزيولوجي، النظام ديال الكائن البشري، نهار كدير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، راه الجسم ديالك قلنا الجسم ديالك كيجاوبك. الوغ فيما يخص الحاله ديال الاخت، هي عندها هذا البي تي اش ولا الباراتورمون طالعه. الوغ مي كتكون طالعه ضروري انها كتكون بعد 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 الاجراءات، لان الا طلعت شنو كدير؟ احنا الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، لان هاد الغده هاد الهرمون هذا وهاد الغده بالمناسبه كتعطينا هاد الهرمون، وهاد الهرمون هذا يتحكم في لابور ديال الكالسيوم وديال الفوسفور وبطريقه غير مباشره ديال المغنيسيوم. شوف سبحان الله، راه الا ما كانش الا زاد هاد الهرمون، الا زاد كيولي عندنا تكتل ديال العظام على مستوى المفاصل، كتولي عندك بحال الا الحجر في المفاصل. تصور على هذا الهرمون هذا الا تقاس وكان فيه مشكله، كيعطينا هذه الخطوره هذه. الوغ باش كيزيد؟ هو كيزيد في حاله حاجه الجسم للكالسيوم. الوغ انت مثلا بعض الحالات المرضيه منها الانسفيزونس رينال، منها مثلا القصور الكلوي، بعض الحالات اللي كيزيد فيها هذا الهرمون، هذه كتسمى سكوندير، اللي كيكون يعني هيبر باراتيرويدي اللي كتسمى سكوندير. وكاين البريمير اللي قدر الله الا كان سرطان الا كان هذه الاشياء هذه. الوغ قلت انايا هذا الهرمون هذا الا زاد مشكله، الا نقص مشكله. الوغ الا زاد كيعطينا يعني التكلس ديال هاد الماده العظميه على مستوى المفاصل، وكيوقع الام، واخا الناس كيفيقوا كيقول لك لا انا عندي روماتيزم، لا انا عندي بزاف ديال الامور، كيكون راجع لهذه النقطه هذه. الى نقص كيولي عندنا مشاكل اخرى، منها المشاكل في الكالسيوم، من هذه المشاكل هذه كامله. الوغ بالنسبه للتغذيه، علاش سولتها انا على اللحوم؟ لان كثره استهلاك اللحوم هي اللي عطاتنا هاد المصائب اللي كنعيشوا فيها حنا دابا، وهاد الامراض اللي كنعيشوا فيها حنا دابا. علاش؟ لان احنا قلنا اللحوم، اللحم هو سيد الاغذيه، والسيد ما كنشوفوهش ديما. سو كيف كان اللحم، حنا كنعرفوا سيدنا ابراهيم احتاجه الضيف عاد جاب له العجل الحليب، وبالتالي اللحوم غنيه بالفوسفور، يعني بواحد النسبه كبيره فوسفور اللي كتعطينا لاسيدوز، لان هذه الماده كتعطينا ماده الفوسفور، هي يعني من المواد من المعادن اللي كتعطينا الحموضه. الوغ مي كيطلع لنا الفوسفور، تصور انت عندك واحد الزوج، زوج كالسيوم فوسفور، هذو مرتبطين مع بعضياتهم، كيتسمى لو غابور كالسيوم فوسفور. إلا طلع الفوسفور، الجسم خصو يقلب على التوازن، ما يمكنش يبقى طالع الفوسفور والجسم، شنو كيدير الجسم؟ باش يقلب على التوازن عنده هو أولوية كالسيوم فوسفور، خاصو يجيب الكالسيوم. مي غيجيبو؟ غيمشي غيجيبو من العضو، عندك أوستيوبوروز. واخا؟ ألوغ هذا الهرمون هذا باش كنضبطوه؟ كنضبطوه بليجيان دو في، ألوغ ما خاصوش يكون بالستريس، وكنضبطوه بالتغذية. مي كنقولوا التغذيه كنقولوا الحاجيات ديال الكالسيوم، مي كنقولوا الحاجيات ديال الكالسيوم كنقولوا كالسيوم بيو ديسپونيبل، مي كنقولوا كالسيوم بيو ديسپونيبل كنقولوا الغذاء الطبيعي النباتي. الوغ كالسيوم بيو ديسپونيبل، الجسم ديالك مثلا انت كمراهق الجسم ديالك شحال كيحتاج؟ 600 ملي غرام ديال الكالسيوم، وبالمناسبه ماشي 1000، لان 1000 هذا لي ريكومونداسيون جابوها بعد الاشياء اللي جابتها لي ريكومونداسيون. اما الجسم 600، المراه الحامل كتحتاج 800 ملي غرام فقط، واخا؟ الوغ 600 ملي غرام، 800 ملي غرام، انت مي كتاخذ
ثلاثة تمرات فقط، ثلاثة تمرات في النهار، واحد جوج شريحات في النهار، واحد بلا ديال اون سالاد، واحد جوج فواكه في النهار، زائد شرب الماء اللي كتشرب خاصك تشرب جوج يترونز الماء. كتاخذ 900 ميلي غرام حتى 1000 ميلي غرام، يعني حتى 1 غرام من الحاجيات ديالك ديال الكالسيوم بشكل بسيط، بشكل يعني بيو ديسپونيبل وبشكل سلس دون اننا نصدموا الجسم باي حاجه. وكتكون هذا البي تي اش ولا هذا الباراتورمون معدل. علاش كنقول هذا الشيء انايا؟ لان يعني الناس كيخافوا دائما من الهاجس ديال الكالسيوم. الكالسيوم الحاجيات ديال الكالسيوم ديالنا ممكن نحقوها باغذيه بسيطه اللي هدرت عليها انا، التمر، الزبيب، الشريحات، فواكه، خضر وماء فقط. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اي حاجه فيها ماء فيها كالسيوم. الناس ما كيبغيو هذه شحال في الوضوء كيديروا واحد الغلاي، في قديم الزمان كانوا كيديروا واحد الغلاي تحت داك الغلاي افوق انه كيسخن فوق البوطه، كتكون واحد الماده كلسيه الناس كيقولوا له الكالكان. الوغ هذاك هو الكالسيوم. الوغ الماء دائما فيه كالسيوم. الحاجيات ديالنا تتحقق بهذه الاغذيه اللي هضرت عليها، وهاد الباراتورمون تنضبطوها دون اننا ناخذوا هاد اللحوم وهاد الاشياء هادية، باش ما يوقعناش مشكل في هاد الباراتورمون، ما يوقعناش مشكل اللي كنعانيو منه. نعم. نمشيو في مكالمة أخرى هاد المرة باش نتواصلوا مع زكية على الخط معنا من مدينة مراكش. أهلا وسهلا بك زكية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حسن الله يجزاك بخير، عندي واحد جوج ديال الأسئلة. أول حاجة زكية إلا سمحتي الراديو، إلا كنتي قريبة للراديو بعدي عليه ولا طفي، من الأحسن؟ واخا نعمل قلت لك اختي الله يجزيك بخير، عندي جوج ديال الاسئله. اهم ديال واحد الطفل ولو انه خارج على الموضوع، واحد الوليد ديابيتيك لقاته ماما قال لها سميتو داو ليه شي تحاليل لقاو بما سيلياك. هاد الوليد قالت لي الام ديالو ما كيشبعش كيبقى كياكل، فبالتالي الخزان ديال السكر قالت لك ما مقادش السكر حتى هو ما مقادش. المهم تغديتي غوتو على الام تيقول لها هاد الدري هذا ما دايرينش ليه غالبك، ولكن الدري انا سمعته فوقيك تهضر معايا في التليفون سكينه كتبكي كلا تبارك الله وصلنا عندي مزيان وكيغوت باغي ياكل مازال يعني ما كيشبعش. شحال في العمر ديالو زكيه؟ شحال في العمر؟ اربع سنين. شحال كيوصل الخزان؟ ما عطاتكش القياس ديال الخزان؟ ما عطاتنيش الصراحه، ولكن قالت لي سميتو كلشي عنده داير ما تحزم القدام. الوزن ديالو على ما قالت لي هي، قالت لي راه ناقص الوزن ديالو. شحال؟ ناقص ما قلت صراحة، إنما ما وصلش 12. نعم. قالت لي وصل حتى 6 كيلو واحد المدة. يعني قبل ما نلقاو بما كيدير الأنسولين؟ إيه كيدير الأنسولين. ما عرفتيش شحال من وحدة في الصباح وشحال من وحدة في العشية؟ لا صراحة حيت هي صراحة اتصلت بيا على قبل أنها سيلياك. أنا الوليد سيلياك، فبالتالي ما عرفتش كيف تصرف معاه، هو باغي ياكل تياكل بشراهة قالت لك. لدرجة أنه ما ضبطش، ما قدرتش أنها تضبط معه، بالتالي هي ما عرفتش فين توجه. هذا هو الأصل ديال السؤال. أنا قلت لها غادي نسولك الأستاذ باش يقول لك فين توجه، على قبل أن سميتو السكر ديالو باش يتقاد، وفي نفس الوقت غادي نقادو الجانب ديال سميتو الجانب ديال السيلياك. سؤالي الآخر الله يجزيك بخير، أنا سيلياك وفي نفس الوقت انا من هاد الناس هادو اللي قالت السيده هادي دروك الا دخلت شي ماده غير طبيعيه لذاتي كنحس بها انت ماشي طبيعيه، سوا شويه سكر سوا شي بسكويت شي طريف شوكولات، المهم وليت طبيعيه 100%. المشكل ديالي يا دكتور خرج عندي شي مشاكل صحيه، واش هي غادي يكون سبب انني قطع السكر قطع الملح نحيد التجرومي نحيد اللحم كناكلها مره في الشهر او في 3 شهور نحيد نحيد جميع المواد الصناعيه ديال السيلياك نحيد يعني كنتعامل طبيعي وبالماده يعني الموسميه. بالنسبه للنظام الغذائي ديالك ديال لا مالادي السيلياك. نعم. بالنسبه للخبز ديالك شنو كديري فيه؟ كندير الذره الا كنت لقيتو مزيان، الا ما لقيتوش كنقتصر على الخضره او الرز. نعم. هاد بغيت نطلب منك واخا نجاوبك ان شاء الله. الله يجزيك بخير دكتور، شكرا. شكرا لك. وصلتي معنا زكيه من مراكش. تفضلوا استاذ الحليم نبداو باول سؤال اللي هو خاص بالوليد ديال 4 سنين، وقالت وصراحه كيأسفنا بحال هاد الامور. في 4 سنين الام ما قادرهش تضغطو نهائيا، وعنده مشكل صحي اللي هو داء السكري وكياخذ الانسولين.
نعم هو عنده داء السكري وعنده مرض الزلاق. نعم داء الزلاق. نعم يعني اولا بالنسبه للام اللي اتصلت بنا ولا الاخت اللي اتصلت بنا هي تاهي عند الداء الزلاقي، من الاحسن ديك النصائح اللي عرفهم هي تنصح بهم الام ديال الطفل فيما يخص بعد المرض ولا لا مرضي سالي باش الناس يعرفوا باللي الداء الزلاقي كنا هضرنا عليه ان شاء الله نديروا له حلقه خاصه لما نوصلوا للامعاء. هو واحد المرض اللي كيجي من واحد هو يسمى بامراض المناعه الذاتيه، ولكن احنا كنا شرحنا الامراض المناعه الذاتيه، واحد البروتين سميتو الجلوتين وخاصه ماده الجليادين كاينه في الدقيق، الوغ كاينه في الدقيق ديال القمح، كاينه في الشعير، وكاينه في الخرطال. الخرطال علاش؟ لان نسبه قليله ولكن كيكون مزروع حدا الزرع غالبا كتكون هذه المواد هذه. الوغ هاد الناس اللي عندهم هذه المشاكل ممنوع عليهم هذه المواد ومشتقات هذه المواد. من الناس انا كنبقى نقول لهم عافاكم مي تعجنوا الخبز عجنوها في القطعه ديال الدريري ولا ديال المريض بوحدو، مي تمشيو تطحنوا ما تطحنوش في الماكينه ديال الزرع، لان بعض الناس كيقول لك لا نهار الحد مول الماكينه كيطحن غير الذره. انا بالنسبه لي انا ما خاصش لا تخاف الاثار ديال ماده الجلوتين ما خاصش تكون في الدقيق، معناته انا كاينين بعد ذاك الحجرات القدامين اللي كيكونوا في البوادي دابا الناس ممكن يطحنوا فيهم، ممكن يطحنوا في ذاك الطحانه ديال العطريه، الوغ الناس ولاو اليوم كيطحنوا في الطحانه ديال العطريه، معناته ان الناس مي تبغي دير للطفل الخبز ديالو خاص هذيك الدره اللي كنديروا فيها الخبز تكون ديالو بوحدو، خاص البلاصه اللي كنحطوا فيها الطحين تكون ديالو بوحدو، خاص القصعه اللي غنعجنوا فيها تكون ديالو بوحدو، خاص الماكينه اللي كيتطحن فيها الزرع ما تطحنش فيها الذره. هاد الاعتبارات هذه ربما الناس كيديروا بزاف الامور وكينساو هاد المسائل، على الرغم من عطيو النصائح ما نبقاوش نقولوا حيد الزرع حيد الشعير حيد الخرطال، هذه كلشي كيعرفها النصائح هذو كلشي كيعرفهم، مي التفاصيل ذات النقط الصغيره هي اللي فيها مشكل. انا كنقول احنا بالنسبه لنا المغرب بلا ما نحتاجوا نجيبوا ذاك المواد ديال الجلوتين، لان كنعرفوا هذا مارشي، هذا تجاره ولات في هذه المواد هذه، ولات التجاره بوحده في هذه المواد هذه. الوغ حنا كنقولوا في المغرب الحمد لله عندنا هذه المواد ديالنا بلا ما يحتاج الانسان يزيد عليه، لان دابا بعض الدول الاوروبيه ولات حتى ان الناس يعوضون ماديا بحال الادويه، كما كتعمر الادويه باش تعوض عليهم كيعمروا هذه الاغذيه، احنا مازال ما عندناش هذه المساله هذه. الوغ في المغرب ماشي بحال بعض الدول، لان كاين بعض الناس كيقول لي انا خصني نتسنى تيجي الطحين من واحد الدوله، علاش؟ لان ولدي عنده سيلياك. علاش؟ حنا في المغرب عندنا الحمد لله موجود البديل بلا ما نقول، وعاد هو عبء مادي الا كان الثمن مثلا واحد الثمن مثلا ديال واحد الماده ديال هذا السيلياك، ماده مثلا الثمن ديالها هو اكس، راه كيكون مضروب 10 اكس، يعني كيكون 10 المرات مضروب الاثمنه اللي كتكون برا. علاش؟ لان هاد الناس كيقول لك باش اننا هاد الماتيريال كيحتاج اننا نحيدوا هاد الماده، حنا واحد يعني واحد الثمن زايد باش اننا نديروا هاد المنتوج، وبالتالي حنا في غنى على هاد الشيء هذا، نهضر على الجانب المادي. فيما يخص انا الطفل ما كيشبعش، علاش؟ لان مرض السكري كنعرفوا حنايا ان شنو هو السكري؟ مرض السكري بصفه عامه هو ان الطاقه ما كتنتجش، الخليه ما كتنتجش الطاقه، ما كتاخذش جلوكوز. الوغ شنو كيدير؟ مي ما كتاخذش جلوكوز ما كاينش طاقه، كاين اشارات للدماغ دائما كيكون جوع. الناس اللي عندهم مرض السكري الاطفال ولا الكبار كيكون عندهم عطش، كيكون عنده هو كياكل وعنده عياء. علاش؟ لانه واخا كياكل احنا بالنسبه لنا الماكله شنو الهدف ديال الماكله؟ الناس خصهم يعرفوا شنو الهدف ديال الماكله. الهدف ديال الماكله ماشي فقط نحققوا ذاك لو بليزير ديال الاكل، مي لو بليزير جا باش نحققوا الحاجيات ديال الخليه خاصها توصلها طاقه. الوغ الناس اللي عندهم مرض السكري شكون اللي كيخلي الجلوكوز يدخل للخليه؟ هو الانسولين اما ما كاينش اما فيه مشكل، واخا الوغ الطاقه ما كتوصلش الطفل كيجي يجوع. الوغ ضروري انها تمشي عند الطبيب ديالها وعند اختصاصي التغذيه اللي تتبع معاه، لابد من بعض النقاط، لان ان شاء الله في الحلقه ديال البونكريا نعاودوا ندقوا في هذه النقاط هذه. الوغ بالنسبه للاخت انا كنطلب منها واحد الطلب، عافاك الا كان ممكن النصائح اللي عندها فيما يخص هذا المرض الزلاقي او المرض السالياك تدوزهم الام ديالها الطفل هذايا باش انها تستفيد منهم فيما يخص المسائل العمليه. نعم. في مكالمه اخرى هذه المره ودائما تواصلكم معنا اوفياء، نحن 05 22 46 72 50 51 او 52 والرقم 50 80. كتبوا فقط كلمه صحه اس اش ا، خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 50 80 في رساله قصيره اس ام اس. غادي نمشوا هذه المره في مكالمه معنا ليلى على الخط. اهلا وسهلا بك ليلى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اختي بزاف على هذا الموضوع. معك ليلى من الدار البيضاء. اهلا وسهلا. عافاك نسول الدكتور الله يجازيك بخير. تفضل. ما يخليك دكتور، انا محيده الغده الدرقيه
وخلوا لي فيها شي طريف. هذه مدة تاع 14 عام وانا تناخذ الدواء تناخذ نفس لا دوز لمدة 14 عام. ما عنديش الحمد لله اعراض، الحمد لله صحتي مزيانه، كل شيء مزيان. المشكل اللي تعرضت لي مؤخرا هي فيتامين دي ناقصه. ملي فيتامين دي ناقصه دكتور دابا حنا ملي داك الدواء تنبغي ناخذو تاع الفيتامين دي تنسمع بانه سيتي هرمون، ما عرفناش واش ناخذوه ولا ما ناخذوش. نجاوبك ان شاء الله. ومشكل اخر مؤخرا هاد جوج سيمانات ما عرفتش واش عنده علاقه مع الغده ولا مع لاباراتيرويد، هو ان العرق تاع الدمعه ديال عيني قال لي بانه تخنق. نعم. بالنسبه للنظام الغذائي الدكتور تنصيبوا مشكله مع الاطباء، مثلا نقول لهم راه حنا محيدين اللحم، محيدين الحليب، محيدين الجبن، محيدين هاد الشيء، تنصيبوا مشاكل تيقول لك لا ما يمكنش، علاش خاصكم ضروري تاخذوا هاد المواد. وانا دكتور هذه مده ويلا وانا متبع النظام الغذائي، ما كاينش اللحم مره في شهرين، الحليب والمشتقات ديالو محيداهم، والحمد لله تنحس صحتي مزيان، يعني عندي الطاقه تنتحرك مزيان، كل شيء مزيان بغض النظر هاد الاعراض اللي مؤخرا تعرضت لها. واخا نعم نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك ليلى تواصلتي معنا. تفضلوا استاذ الحليمي. اذا اول سؤال كان بخصوص الغده الدرقيه، فهي قالت مزولها ولكن مازال خلو ليها واحد الجزء، فمده 14 سنه هي كتاخذ الدواء وبنفس الكميه، يعني ما وقعش تغيير نهائيا. قالت الحمد لله ما كيناش مضاعفات اللي كتبان عندها، باستثناء على انها اكتشفت عندها نقص في الفيتامين دي. نعم، هو اولا اللي عنده الحق يهضر في التغذيه يعني بصفه عامه. انا كنقول انا نصائح دائما انسان، ما زالت امتي بخير ما تناصح. مي حنا عندنا واحد التخصص سميتو تخصص التغذيه، معناته النصائح الغذائيه اللي خاصك كونفيرمي، سينو ما غتكونش وزاره الصحه دارت التخصص ديال التغذيه. الوغ التخصص ديال التغذيه هو تخصص قائم بذاته، المريض يدوز عن اختصاصي التغذيه باش ياخذ النصائح الخاصه بالتغذيه، سينو ما كانش غيكون التخصص في العالم كاع في مره. واخا التخصص ديال التغذيه كيبقى النقط اللي كنهضروا عليها هي اشياء علميه وابحاث بدراسات اللي لا تقبل ماشي لا تقبل نقاش، ولكن بالنسبه وحتى الناس فيما يخص التطبيق ديال هاد الاشياء العلميه، يعني الانسان كيحس بالراحه وكيرجع للفطره ديالو. حنا بماذا ندادي؟ حنا لا نحرم ما احل الله، فقط نقنن. لما نتحدث عن اللحوم انا كنقول اللحوم وغنقولها، كنقول انا اللحوم الدراسه الاخيره، الناس اللي كيهضروا على الدراسه الاخيره، ياك جميع المختصين في المجال الصحي يعودون الى مرجع اللي هو مرجع عالمي سميتو منظمه الصحه العالميه. الوغ منظمه الصحه العالميه من بعد مباشره الحلقه اللي هضرنا على اللحوم، كنا هضرنا الحلقه ديال اللحوم، من بعد مباشره باسبوع الحلقه ديال اللحوم خرجت منظمه الصحه العالميه بقرار. الا كان هذا الشخص مطالع عليه تبارك الله ما كانش يمشي يطالع عليه بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. يعني حنا نتحدث عن اشياء ياك بالنسبه للناس اللي كيتاخذوا كمرجع هو هذه المنظمه، وهي منظمه عالميه. الوغ هذه المنظمه كتقول لك لابحاث اللي خدات سنوات بان اللحوم بشكل يومي لا يجب ان تكون، حتى جوج مرات في السيمانه لا يجب ان تكون. بالنسبه لهذه الاشياء هذه الناس ما بقاوش نكونوا تناقضات. النقطه اللي شارت لها الاخت هي فيتامين دي. فيتامين دي علاش الناس اللي عندهم مشكل الغده الدرقيه كيوقع لهم فيتامين دي، مشكل فيتامين دي. الوغ حنا الا حيدنا الغده الدرقيه وعطينا الدواء اللي كيعوض الغده الدرقيه خاصنا نفكروا حتى في لي غلوند باراتيرويد في الغده الجار الدرقيه. علاش؟ لان حنا كنقولوا جار درقيه، الا تاثر الجار ديال هذا العضو فما بالك ان يتاثر هو، فما بالك الجار ديالو ما يتاثرش. حنا حيدنا هذه الغده كامله، وهذه الغدد باراتيرويد الاربعه بعض المرات كيكونوا ثمانيه لاصقين فيها. الوغ شنو كيوقع؟ حنا هذا الباراتورمون ولا هذا البي تي اش احنا كنعرفوا فيتامين دي. فيتامين دي كتجي من الاشعه، الانسان كينوض الصباح بكري اشعه يعني كتسمى اكزوجين واندوجين. الوغ اكزوجين هي اللي كتجينا من التغذيه، اندوجين هي اللي كتجينا وسط الجسم ولكن بواحد التحفيز ديال الاشعه فوق البنفسجيه خاصه البي. واخا الوغ بوغ هاد لا ستيمولاسيون ديال هاد لا فيتامين دي، لا فيتامين دي خاصه باش تدوز من الجلد خاصة مرحلتين. المرحلة الأولى كتدوز عبر الكبد، يعني كتحول واحد مادة أخرى سميتها يعني 25 هيدروكسي فيتامين دي. هاد المادة مازال ما ولات فيتامين دي. باش كذلك تولي فيتامين دي اللي هي أكتيف ضروري خاصة تدوز واحد 1.25
دي هيدروكسي فيتامين دي. شكون اللي كي يعني ستيمولي، شكون اللي كيحفز هاد الترانسفورماسيون ديال لا فيتامين دي من هاد الفورم ديال الكبد الى الفورم ديال الكليه اللي هي 1.25 دي هيدروكسي فيتامين سي اولا كوليك كالسيفيرول. الوغ هي الباراتورمون. الا ما عندكش انت هاد الباراتورمون، عندك الماده اللي كتجي من تحت لابو ديالك، تحت الجلد ديالك، من الاشعه فوق البنفسجيه، وهاد المعلومات الكلاسيكيه اللي كنسمعوها. ما انت ما عندكش وعندك الكليه شغاله مزيان، شي كنقولوا في شروط، شوف دائما الجسم مرتبط ببعضه بشروط، الكبد يكون كيشتغل مزيان والكليه كتشتغل مزيان. شكون اللي كيدخل فيتامين دي؟ كيدخل فيه الجلد، كيدخل فيه الكبد المرحله الاولى، كتدخل فيه الكليه المرحله الثانيه، والكليه براسها ما تحولش هذه الماده الفيتامين دي اكتيف الى ما كانش الباراتورمون اللي كتجي من الغده الدرقيه. وبالتالي هذا الفيتامين عاد هي قالت الاخت فعلا فيتامين دي هي هرمون وفيتامين ومام تا، واخا الوغ انت الا ما عندكش كبد جيد، ما عندكش كليه جيده، خاصو يكون عندك لابو تكون جيده وما تحطش فوق منها واحد الكخيم، وخاصو يكون عندك الكبد كيشتغل بشكل جيد، وخاصها تكون عندك الكليه كتشتغل بشكل جيد، وخاصو يكون عندك واحد الهرمون بي تي اش اللي كي هو اللي كيحولنا هاد فيتامين دي، وخاصو يكون عندك الكوليسترول، لان الفيتامين دي كتصاوب من الكوليسترول. الوغ هادشي كامل هذا حنا باش بعدنا منه، بعدنا بهذا نمط العيش اللي ولينا كنعيشوه دابا. الوغ الناس اللي كيهضروا على هذه المواد الغذائيه، انا كنقول المواد الغذائيه اللي خاصنا تكون هي اللي كتحكمنا، والناس كنعرفوا يعني كما شفنا احنا في الحلقات اللي دازت وكانت مخيفه فيما يخص الغده الدرقيه والناس اللي محيدين الغده الدرقيه، كذلك عندنا واحد الجانب مخيف فيما يخص الفيتامين دي. الوغ فيتامين دي من الضحايا ديال هاد لا سيفيليزاسيون، ديال هاد الحضاره اللي كنعيشوها دابا. ماشي مشكل اننا ما كناخذوش البيض وما كناخذوش هاد الاشياء وما كناخذوش المصادر، ولكن عندنا مشكله في لي زينمي، عندنا مشكله في الاعداء ديال هاد الفيتامين دي. انا قلت بالنسبه للاخت محيده لا تيغويد، الوغ محيده لا تيغويد تحيدوا معاها لي غلوند باغا تيغويد، الوغ ما كايناش ستيميلاسيون ديال ترانسفورماسيون ديال لا فيتامين دي ال 1.25 ايدوكسي فيتامين دي. علاش؟ لان هذه العمليه كتتم في الكليه غيكون مشكل. الوغ ضروري ترجع عند الطبيب ديالها وتقول له كوم كوا بلي انا عندي مشكل بالغده الدرقيه، الوغ شنو غندير في المشكل ديال الغده الجار الدرقيه اللي كتعطيني هذا الهرمون ديال الباراتيرويد، هذه الهرمونات هذه، زائد نظام غذائي الله يجازيكم بخير، نظام غذائي كناكد عليه هنا، لان الجسم ديالنا لا يشتغل الا بوجود توازن، يعني توازن الجسم هو توازن نظام غذائي. نعم. نمشوا للسؤال من عند رجاء من مدينه اكادير، كتسولك استاذ الحليمي على انه عندها مشكل على مستوى الكتف ديالها، كانت في الاول كتحس بالالام، من بعد ولات كتحس على انه كيتنمل عليها وما كتبقاش كتحس به بعض المرات نهائيا، فكتسولك واش حتى هو عنده علاقه بالهرمون اللي كنتكلموا عليه اليوم يعني في الحلقه اليوم، وعنده الهرمون اللي كتفرزه الغده الجردرقيه ولا لا؟ نعم، هو يكون يقدر يكون واحد من 100 الاسباب اللي يكونوا، لان انا بغيت نشير واحد النقطه، عافاكم المستمعين والمستمعات، ما نظنوش ان شي نهار شي واحد في الراديو غيدير لي الدياغنوستيك، هذه بعدا هذه خصنا نفهموها، ما كاينش شي واحد، حنا دابا الناس كيظنوا ان ما غايقولوا لنا الحالات غادي، حنا كنعطيو فقط دي بيست اللي نقدروا نمشيو فيهم، وانا من الجانب ديالي كنهضر على الجانب الغذائي، حنا بعدا عندنا واحد المجال شويه نهضروا فيه، مي بعض المرات انا كنلاحظ بعض المختصين ماشي كيتبلوكاو، ولكن ما يقدرش يدير دياغنوستيك للحاله اللي هي عن طريق واحد الاتصال هاتفي اللي ما كيوصلش حتى 40 ثانيه ولا 50 ثانيه، الوغ الناس ما يظنوش ان المختص في الراديو، ودايوغ راه هاد المسائل هذيك كيعرفوا الاشياء العمليه الناس كيعرفوها، ان ممكن يديروا التشخيص، حنا فقط كنعطيو دي بيست. الوغ بالنسبه بصفه عامه اي مختص، ما كاينش شي مختص ممكن يدير لك دياغنوستيك هكا على الهواء مباشره في الهاتف ولا هادي، مي كنعطيوكم دي بيست اللي ممكن الانسان يمشي فيهم. الوغ بالنسبه لهاد الالم اللي كاينه في الكتف، ممكن لان مادام هي الم في الكتف ممكن تكون العضله، ممكن يكون العظم، وممكن يكون مشكل في هاد الباراتورمون ولا هادي، ولكن شنو اللي خاصنا نديرو؟ بان هاد الاخت اللي اتصلت ضروري تمشي عند المختص تشوف شنو المشكل اللي عندها بالضبط. نعم. نمشيو الاس ام اس من عند عثمان، استاذ الحليمي كيسولك واش الغده الجار درقيه مسؤوله على العصبيه ولا لا؟ قال على انه هو معصب لدرجه اقل حاجه ممكن تعصبه باش ما يعني ما يضربش الوليدات ديالو ولا، فهو كيضرب راسه يعني، ممكن قال انه كيضرب ايده مع الحيط، ممكن كيدير شحال من حاجه، فدابا كيسولك واش هذه كذلك عندها علاقه بهذا الهرمون العصبيه اللي كتكون زايده؟ نعم، انا كنقول للناس عافاكم رجعوا للجانب الديني، هاد العصبيه اللي بينا كنعيشوا فيها دابا، حنا ملي كيكون عندنا ميزان
وبغي اذا كان هابط واحد جهه ما كندفعوش بيدنا من داك الجهه اللي هابطه، كنحطوا شي حاجه في الجهه الاخرى باش يتقاد الميزان. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ملي كتكون عندنا نقص، ملي كيكون عندنا مشكل بصفه عامه، نقص ومشكل في الباراتورمون، عندك اكتئاب بشكل مباشر. علاش؟ لان الباراتورمون كتحكم لنا في تحول فيتامين دي بشكل مباشر. الا ما عندكش باراتورمون ما عندكش فيتامين دي، لان فيتامين دي كاينه مرحله الجلد، مرحله الكليه، ومرحله الكبد، ومرحله الكليه. الوغ في مرحله الكليه خاص ضروري تكون هذا الهرمون هذيا. الا ما كانش هذا الهرمون هذا اكيد ما غاديش يكون تحول ديال فيتامين دي اللي كنسميو حنا لا فورم اكتيف. الوغ باش تكون عندك لا فورم اكتيف ديال فيتامين دي وهي اللي كيشتغل بها الجسم ديالك، ما عندكش الباراتورمون فيتامين دي ما كتوليش في لا فورم اكتيف ديالها، وبالتالي فيتامين دي ما كنقولوا فيتامين دي كنقولوا امراض، كنقولوا اكتئاب. الوغ امراض دابا اللي كاينه، الامراض اللي كنعانيو منها، انا كنقول دائما واش هاد الحضاره جلبت لنا السعاده؟ هذا هو السؤال المطروح. الوغ الناس عندهم نقص فيتامين دي، فيتامين دي اللي عندك ناقص بسبب نقص البي تي اش ولا هذا الهرمون هذايا، عندك مباشره نقص، عندك مباشره ديال الاكتئاب وامراض الجهاز العصبي كلها. نعم. غادي نمشيو لاخر اس ام اس. استاذ الحليمي من عند مستمعه كتقول انا حامله دابا هذه 5 شهور، اكتشفت على انه عندي مشكل على مستوى تكيس المبيض، ولكن رغم هكاك الحمد لله وقع الحمل. كنسول استاذ الحليمي واش الهرمونات اللي كان عندي فيها خلل كامله غتاثر على الجنين ديالي خلقيا؟ نعم. هي كتكلم خايفه على تشوه. نعم. الوغ خصها تعرف وتامن ونحيدوا من بالنا هذه النقط هذه. حنا كنعطيو الاسباب دائما، حنا كنعطيو فقط لا خذوا بالاسباب. انا دائما كنقول كاين مفاهيم كبيره، مفهوم الشفاء ومفهوم العلاج. الا مشينا خدينا ديكسيونير من غير اللغه العربيه كنلقاو مصطلح واحد في اللغه العربيه، كاين العلاج وكاين الشفاء. حنايا من وجهه من هذه التخصص ديالنا حنايا مختصين كاملين كيعطي اسباب العلاج، والعلاج كتبقى انت اللي خاصك تكملو، لان الطبيب ما غاديش يمشي معاك يحضيك واش كتشرب الدواء. اختصاصي التغذيه ما غاديش يمشي معاك الكوزينه يشوف واش كطيب مزيان. الوغ هو عطاك اسباب العلاج، انت كتكمل هذه الاسباب وكتولي تحاول توصل للعلاج. والشفاء ما كاينش شي واحد على وجه الارض يعطي الشفاء الا الله سبحانه وتعالى. الوغ الشفاء كيجي عند الله سبحانه وتعالى، اسباب العلاج كتجي عند المختص، والعلاج كتجي من عندنا هنايا. كنقول انا القنطره اللي كتدينا من ليكيليبر ديزيكيليبر، يعني من الصحه للتوازن، هو التغذيه. بالمناسبه بغيت نشير لواحد النقطه، لان الناس طالبوني بهذه النقطه هذه. الوغ الناس يدخلوا الموقع الالكتروني محمدأحليمي.com. الوغ كاينه واحد يوم ان شاء الله نهار 6 في شهر 2، يوم كامل في احضان الطبيعه ان شاء الله، غيكونوا فيه دي فورماسيون، غيكون فيه انسان ممكن يدوز هذا اليوم هذا وهذه المنطقه. غنبداو ان شاء الله بمنطقه الشمال وفي نواحي العرائش ان شاء الله باذن الله. الناس ممكن يدخلوا يطلعوا على المعلومات. المبدا بسيط جدا، يوم واحد في احضان الطبيعه فيه فورماسيون واحد، معلومات على التغذيه، معلومات على التنفس الصحيح، معلومات على النباتات. غيدير الانسان جوله فيما يخص هذه المنطقه اللي غنديروا فيها الفورماسيون، واللي هي الانسان خصو يشوفها، يعني واحد من الاشياء رائعه فيما يخص جانب يعني الطبيعه. الانسان يكون ممنوع الهاتف الجوال، الوغ الهاتف الجوال هنا كاين بعض الشروط اللي خاصنا نعديوها. الشروط نعم الشروط، انا من الشروط اللي كاينه غادي نوصلوا ان شاء الله، ان الانسان يتمشى ابيينو يعني بيينو يعني بالحفه. هادشي كامل اشياء بسيطه، الناس غادي يشوفوا واحد ليفي ديالها. الوغ الموقع الالكتروني فيه التفاصيل كامله ان شاء الله. غنحاولوا باذن الله اننا نعموها على المغرب كامل ان شاء الله، مره نديروها في منطقه ان شاء الله. والتجارب كانت بسيطه وجميله جدا، الناس كيلاحظوا. نتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه وجمعه مباركه كنتمناو للمغاربه والمستمعين والمستمعات، والله يغيثنا ان شاء الله، وكنتمناو الامطار الخير تزورنا ان شاء الله باذن الله، يكون الدعاء مستجاب، صلاة الاستسقاء اللي غتكون اليوم. ودائما لا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. ودائما هي اجمل عبارة بها كنختم لقائنا معاك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. موعد اخر ان شاء الله غادي يجمعنا بداية من الاسبوع الماجي يوم الاثنين. لكم اطيب وارق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون سعيد عقال، مشكورة رفقتني في الاخراج وسميحة، كانت في استقبال مكالماتكم. يوم جمعة مبارك وصبيحة سعيدة.